لكل اللي عايز او عايزة تخس ومش عايزة تتقيد بنظام غذائي معين، بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجاتك. كرانشي شطة وليمون ب3 جنيه. تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية والقيمة الغذائية كمان. القيمة الغذائية في كرانشي شطة وليمون ب3 جنيه لل10 جرام، السعرات الحرارية 50 سعر حراري، بروتين 76/100 جرام، كربوهيدرات 5 جرام، دهون 2.9 جرام. القيمة الغذائية في كرانشي شطة وليمون ب3 جنيه للكيس او العبوة كلها بوزن 47 جرام، السعرات الحرارية 235 سعر حراري، بروتين 3.57 جرام، كربوهيدرات 23.5 جرام، دهون 13.6 جرام. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير وتضغطوا على علامة الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله على القناة. ولو حد حابب يشاهد كل الفيديوهات الموجودة على القناة هتظهر ايقونات في نهاية الفيديو، اضغط على ايقون السعرات الحرارية في جميع الاطعمة. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي اطعمة ياريت يكتبلي في التعليقات. وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.